يا هلا والله، ويعطيكم الف عافيه. وزي ما انتم عارفين ازمه كورونا وشويه تاخيرات كذا، بس ان شاء الله الامور طيبه وعندي لكم مراجعه جدا جميله. وقبل ما نبدا في المراجعه الجديده، يعني خذ لك نظره سريعه كذا وعطني رايك في الكومنت تحت، اذا عجبك اللوك هذا ولا نقلب على اللوك القديم في المراجعات السابقة. إذا ما شفت المراجعات السابقة تقدر تروح على المراجعات السابقة، يعني تشوف تستفيد من المعلومات الموجودة وتشوف اللوك. إذا عاجبك اللوك برضو أكتب لي في الكومنت، وإذا ما عاجبك اللوك على عيني وراسي وبرضو أكتب لي في الكومنت. شوف، أنا ما راح أبدأ وأقول سوي سبسكرايب والبل لأنه أكيد أنت متابعني، والله يعطيك ألف عافية. بالعكس هذا شرف لي، وإن شاء الله نقدم معلومات جدا جميلة وحلوة. بس إنك يعني تقول والله ما بسوي سبسكرايب لين يجيني الرابط، لا حبيبي، سوي سبسكرايب والجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. كل شيء جديد يلا نمشيها، بس ما فيها قطع. أوكي، ويعطيكم ألف عافية ونبدأ مراجعتنا الجديدة. ومراجعتنا اليوم على USB Hub. ما أدري واضحة ولا مش واضحة. مشكلة حاط الشاشة هنا ووضعي. عموما راح أسوي لكم مراجعة سريعة. ولا عشان كذا تشوفونها. يلا كذا مع الإضاءة والأمور طيبة. طبعا زي ما انتم شايفين يعني في القطعة هذه في برضو فتحات هنا موجودة ما تقفل لك السماعات الموجودة في الايباد، فعادة الفتحات هذه بتطلع لك الصوت جدا كلير، بس ما يكون مكتوم في جهة الايباد نفسه. بصراحة زي ما انتم شايفين مرة فت على الايباد وجدا عجبتني بصراحة، ما حسيت بثقل وجاية معطيتني لوك حلو جميل، وجدا فيها مميزات مرة ممتازة. وفيها عيب واحد بصراحة انا اكتشفته، ما ادري هل هو موجود هل هو عيب، ما راح اقول لكم، تابعني لنهاية الفيديو. ونجي على اهم المميزات. اهم مميزات طبعا في مدخل USB ومدخل Type-C USB، طبعا عن طريقهم تقدر تنقل فيهم فايلاتك عن طريق USB او تشحن جوالك او ايباد ثاني اذا عندك ايباد، او اي جهاز مختلف تماما تقدر تشحن فيه عن طريق الايباد ويصير زي الباور بانك يشحن لك الاجهزة، او انك تنقل الفايل دايركت الى الايباد. الحاجة الثانية والميزة المرة حلوة عجبتني اللي هو الـ SD كارد، تقدر طبعا تدخل الـ SD كارد اللي عن طريق الـ DSLR، إذا أنت مصور فوتوغرافية ولا فيديو تنقلها هنا دايركت، ولكن الفيديو اللي بنقول لك إياه اللي هو الـ MP4، أما تجيني أنت بروج صاحب لي فايل كبير تقول لي والله بيشغله، ما راح يشتغل لأنه مسوي أنا مراجعة، وإذا ما شفت المراجعة أكيد ما سويت سبسكرايب ولا سويت بيل. عموما شوف المراجعة موجودة فوق هنا في الرابط ومدري هنا، فعموما بيطلع لك الرابط فاضغط عليه وتقدر تشوف المراجعة ليش ما يستقبل
الايباد. بصراحة من اهم الميزة الثانية ما ادري اذا كانت موجودة عندكم اللي هي الاس دي مايكرو اس دي عفوا معليش مايكرو اس دي الميموري الصغير اللي عن طريق السامسونج ولا عن طريق اي جوالات الثانية مو فيها ميموري اضافي الصغير هذا فتقدر تدخله هنا وتستفيد من المحتويات الموجودة في الميموري وتنقلها دايركت هنا وتقدر تعدل عليه سواء كان صور او فايلات واتيفر يعني ايش تقدر تستخدم فيها. بصراحة برضو في حاجة جدا عجبتني وميزة مرة حلوة اللي هو الـ HDMI. الـ HDMI جدا ممتازة بيعطيني فول كواليتي لما جاء انقلها من الايباد الى تي في. فالتي في بصراحة أشوفه على شاشة كبيرة عن طريق كيبل الـ HDMI فأشوفها جدا ممتازة وحلوة فبيشوف شاشة كبيرة وبينقول لي 4K تقريبا إنه بيعطيني جودة عالية سواء HD أو 4K يعني على حسب الشاشة اللي عندك إذا كان يستقبل ولا لا. فأنت بتشوفها بصراحة جدا ممتازة وكلير بيعطيك فول كواليتي عليه وبصراحة أنا جدا استفدت كثيرة. مثلا أنا بنتقل من الآيباد بعرض شيء على شاشة أكبر فبشبكها دايركت الـ HDMI فبصراحة ما عندي أي إعاقة من ناحية الموضوع هذا وجدا مستفيد منها وتستفيد أنت إذا تبغى تستفيد منها. في الحاجة جدا حلوة ومميزة إنه تقدر تستفيد بالأوديو جاك. الأوديو جاك اللي هو عارفين المسمار الصغير تدخله هنا وتحط السماعات وتخش ميوزك. بصراحة جدا حلوة هذه تفيد للناس اللي يعني خلصت عليهم بطاريات بالسماعات عقتهم وعنده السلك فيقدر يشبك السلك هنا ويستمتع ولا يزعج الناس. ما شاء الله تبارك الله الايباد يعني صوت هاي كواليتي فبيلف داير مدار. فلما يكون عندك سماعات بعض الناس طبعا في ناس مزعجين اشبك هنا حط سماعاتك يا حبيبي واستمتع وانبسط ولا تزعج اللي حولك. هذه الميزة اللي حلوة اللي في القطعة هذه. طيب خلينا نقول على العيوب. العيوب بصراحة الأمانة ما شفت أي عيب لحد الآن بس عيب واحد فقط. العيب الواحد إنه بيعطيني حرارة هنا تقريبا شبه يعني ما أدري إيش أقول ولكن مقبولة بالنسبة لي ولكن بحس بالحرارة هنا وخصوصا لما أشبك على الـ HDMI فترة يعني شبه طويلة لما جاء أتفرج فيلم في نص الفيلم أحس بحرارة هنا بيسحب لي بطارية شوي يعني لأنه مستهلك كثير. بس غير كذا بصراحة أنا جدا مستمتع بالإضافة أنه يعني ما أشوفه أنه يعني بشكل لي عائق. فقط لما نستخدم الـ HDMI فأكيد بيكون الآيباد في مكان معين فما يسبب لي الحرارة اللي هنا موجودة. فما أدري هل هو عيب مصنعي ولا العيب خلل من عندي أو شيء الله أعلم. وإن شاء الله يعني أفدتكم بالمراجعة السريعة هذه ويعطيكم ألف عافية. وبرضه في حاجة عشان ما أنساها إنه إذا أنت شبكتها هنا تقدر تشحن الآيباد عن طريق التايب سي زي ما قلت لكم إن وآوت تدخل وتشحن برا وتقدر تجي من برا تدخل الآيباد تشحن يعني. ويعطيكم ألف عافية ونشوفكم في مراجعات جديدة.